جمعية اللغة النوبية، هذه الجمعية التي ولدت بأسنانها، هي جسم تكون في العام 2005 بعد توقيع اتفاقية السلام التي سمحت بهامش للحرية والتعبير الثقافي، وخاصة للإثنيات الغير عربية التي تعاني التهميش الثقافي من قبل الأنظمة السياسية المتعاقبة، حيث عملت بعضها على طمس هوية النوبيين وتجاهل تاريخهم العريق الذي يشكل العمق التاريخي الحقيقي للأمة السودانية قاطبة. وللجمعية أهداف سامية تود تحقيقها، وهي إحياء اللغة النوبية التي تعتبر من أقدم اللغات، وهي تحمل الثقافة النيلية القديمة التي عاصرت كل مراحل الحضارة الإنسانية الأولى على ضفاف النيل. ومن أهدافها أيضا تدريس اللغة النوبية ونشرها ونشر الثقافة النوبية من خلال تدريسها لكل النوبيين والمهتمين من الشعب السوداني، بالإضافة إلى تطوير اللغة النوبية لتواكب الحياة المعاصرة وجعلها لغة عصرية تستطيع أن تعايش مجتمع التكنولوجيا، والعمل على إعداد مناهج دراسية خاصة باللغة النوبية وتقديمها للمدارس في المناطق النوبية في كل من المنطقة الشمالية وحلف الجديدة. برنامج تمليك الحرف النوبي. انطلق برنامج تمليك الحرف النوبي في مطلع العام 2005، وكانت البداية في النادي النوبي الخرطوم، ثم انتقل إلى عدد من الأندية النوبية في مدينة الخرطوم مثل نادي بوهين الثقافي، وكذلك دار أبناء بدين ببحر. ثم انتقل البرنامج ليشمل عددا من الأحياء ذات الصغل النوبي في الكلاكلات والحجوسف، وواصلت الجمعية نشاطاتها في برنامج تمليك الحرف النوبي منتقلة إلى المنطقة الشمالية في قرى المحس مثل بدين وجدي وكرمة وترعى وغيرها من القرى النوبية، وفي مناطق حلفة القديمة، ووصلت أيضا إلى منطقة حلفة الجديدة في بعض القرى مثل قرية 10 و 14 و 15 وقرية 13. دشنت جمعية اللغة النوبية أولى دورات تمليك الحرف النوبي للغة النوبيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت الدورة في يوم 25 سبتمبر من هذا العام، واستمرت لمدة 8 أسابيع متواصلة في مركز أرلينغتون ميل الإجتماعي في شمال ولاية فيرجينيا بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. وقد أتاحت الدورة فرصة كبيرة للمجتمع النوبي في منطقة واشنطن دي سي وشمال فيرجينيا أن يتواصل مع ثقافته ولغته وتراثه الأصيل، كما أتاحت الدورة أيضا فرصة للأسر النوبية للتواصل والتفاكر في عملية إحياء اللغة والتراث النوبي. وقد سجل للدورة حوالي 23 دارس نوبيين ونوبية، كان من بينهم الناشط النوبي تانود أمون جريس. وفي ختام الدورة تم تسليم كل دارسين شهادات إكمال الدورة بلغة نوبين. Yes, so come on,
Oh,